السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الأولى من برنامج إندي إنبوكس. أولا، ما هو برنامج إندي إنبوكس؟ إندي إنبوكس هو عبارة عن برنامج تقني على اليوتيوب. في هذا البرنامج سنقوم بعمل استعراضات ومراجعات لأي جهاز إلكتروني تقني قمنا بشرائه سواء عبر الإنترنت أو من أحد المحلات التجارية المجاورة. وإن شاء الله في هذه الحلقة سنقوم بمراجعة لأحدث هواتف شركة هواوي، وهو هواوي واي 5. إذن لنمر مباشرة إلى الشرح. عدت لكم مشاهدينا الكرام، وكما أخبرتكم هذا هو جهاز هواوي واي 5. إذن اشتريته من موقع إيباي بمبلغ $200، توسطت به بعد 20 يوما من الشراء. إذن نبدأ على بركة الله بفتح هذه العلبة أو هذا الطرد. أوكي، كالعادة هنا معلومات عن يعني الأدريس، الإيميل، بايمو ميثود والاسم، يعني الأخير جميع المعلومات تكون هنا، والرمز رقم تسلسلي الأخير. فقط هذا ما يوجد على العلبة. أوكي، نفتح على بركة الله على هذا الشكل. إذن كما تلاحظون هذه هي العلبة هواوي واي 5. أضع الكاميرا بطريقة جيدة. نعم، أوكي، هواوي 5 رمز الشركة. هنا بعض المعلومات مرة أخرى، يعني نضع هذا جانبا. هواوي 5 الشركة. هنا بعض المعلومات عن الشركة واللوجو الخاص بها، وهنا ميزات الهاتف. هذا الهاتف هو عبارة عن هاتف ذو تقنية 4G LTE، يعني 4G، سعة البطارية وهي 2000 ميلي أمبير. هنا MV، هنا البوس يعني حجم الشاشة، وهنا البروسيسور عبارة عن كواد كور. هواوي 5، هنا الشركة، هنا بعض المعلومات عن العلبة، يعني إعادة تدوير وما شابه ذلك. يعني أعتذر. أوكي، هنا عندنا رقم تسلسلي، يعني الـ EMA الخاص بالهاتف، والـ CN يعني معلومات عن الهاتف، يعني التي تجد وراء أي علبة. إذا نفتح الهاتف على بركة الله، نختار سكين يعني مغلف جيدا. هذا الشكل. شديد جدا. التعليق جيد جدا. يا سلام. اوكي، نضع هذا جانبا. اذا هذا هو الهاتف. مع البقية. اذا هذا هي العلبة، يعني راينا ما بها. اذا نفتح على بركة الله. بسم الله بسم الله يا الله. نبدأ. إذا هذه هي العلبة. نفتح أول قطعة. تمام، هذا هو الهاتف. يا سلام، أسود وأبيض. نضع الهاتف جانبا. هنا ماذا يوجد هنا؟ Shake one if tail is broken or YD display. فقط نفتح
هنا نترك جانبا. السماعات، الشاحن، يعني كيبل يو اس بي، ايضا هو عبارة عن شاحن يعني تقوم بربطه على هذا الشكل. البطارية، وهنا بعض الكتيبات التي لا احد تقوم بقراءتها نوعا ما. اوكي، كتيب الجهاز يعني تعليمات الجهاز الى اخره. وهذه هي العلبة ايضا نتركها جانبا. عفوا ارجع الكتب، يعني سنقوم بتركيب الهاتف الان. هذا طيب ايضا معيد، لا البطارية، الشاحن، الكيبل، السماعات، وايضا هاتي الملتقط. نقوم باغلاق على هذا الشكل، يعني اتمنى ان تكون البطارية مشحونة لكي نستطيع ان نرى مميزات الهاتف من الداخل. اذا هذا هو الهاتف. بسم الله يا الله، بسم الله يا الله. هذا هو الهاتف، وهذه هي البطارية. يا سلام. فتلاحظون هنا في الهاتف يعني 4.5 فوس اموي 3.1 لايت، تقنية 4G، وايضا البروسيسور 1 جيجا هرتز. يا سلام. نحاول تركيب البطارية، يعني قبل تركيب البطارية نستكشف ما بجوانب الهاتف. هنا عندنا زر الصوت و يعني زيادة الصوت، نقصان الصوت، الباور، وأيضا مكان الشحن، وأيضا مكان السماعة. أوكي، هنا ماذا لدينا هنا؟ هواوي تك، يعني بعض معلومات البسيطة. نقوم لنرى من أين يفتح الجهاز. نعم، هذا هو المكان، افتح. إذا كما أخبرتكم يعني قمنا بفتح الجهاز، يعني عانيت من فتحه، يعني صعب جدا في الفتح. كما تلاحظون هنا مكان كارت سيم، مكان كارت ميموري، الكاميرا، الفلاش، ومكان البطارية. إذا هذه هي البطارية، نضيفها إلى الجهاز. مجال سالب، يعني البطارية بها كيو آر خاص بها، بعض تعليمات البطارية، نعم، وتحذير. إذا نقوم بإضافة هذا على هذا الشكل. الآن نقوم بفتح الجهاز على هذا الشكل. نزيل هذه، نتركها جانبا. هذا هو الجهاز. او لا، باور باي اندرويد، يعني يشتغل الان بنظام الاندرويد من شركة هواوي المراعية لشركة تايم. ننتظر الى ان يتم الانتقال من هاتف. عدت لكم مشاهدينا الكرام، وبعد فتح الجهاز نختار اللغة. نختار سبيل المثال، نختار اللغة الإنجليزية. نعم، تتوفر أيضا في اللغة العربية، يعني مجموعة من اللغات، إنجليزية، يونايتد ستيت. نمر هنا كارت سيم، سكايب يعني نضيفها بعدها، شبكة الواي فاي لا تظهر، نقوم بعمل سكايب بعد، ثم نقوم ب اتصال بالواي فاي. سكايب ان واي، نعم، هنا الاسم، نكتب اسم الشخصي وائل. هذي عفوا في لاست، نكتب هذي. نعم، الان نختار نيكست، ثم سكايب. عفوا، من ما هي هذه الميزة؟ نعم، البين. بعد ذلك سكايب، سكايب ان واي، مور، نكست.
نختار الوقت كم الساعة، يعني لا أعلم الساعة الآن، نقوم بالضغط على next I agree ثم finish. إذا هذا هو الجهاز، جهاز واي واي 5. هذا هو شكل الجهاز. نحاول نتعرف على ما هو نظام التشغيل الخاص به. نذهب إلى الإعدادات. أي الإعدادات يا ترى؟ إعدادات، نعم settings، ثم about phone، ما version Android 5.5 نريده. نذهب إلى الكاميرا، نرى جودة الكاميرا. enable. يا سلام، جودة جميلة جدا. مجرد الضغط نحاول تصوير أنفسنا. نعم هذا هو الهاتف، كاميرا جميلة جدا، يحتوي على مجموعة من التطبيقات، جميل جدا. الهاتف رائع. نحاول إضافة سيم بعد إنهاء هذا الشرح. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أستعرض إليكم كل ما على كل ما تحتوي العلبة التي الخاصة في الهاتف، وهي الهاتف زائد البطارية، الشاحن، وأيضا السماعات والكيبل USB، نسخ وكتيبات خاصة بالهاتف، وهذا بعض البطاريات، وهذه العلبة. إذا مشاهدينا الكرام، أضرب لكم موعد في حلقة قادمة إن شاء الله، ومع منتوج جديد. أتمنى الضغط على زر سبسكرايب أو الاشتراك بالقناة، لا تنسى الضغط على زر لايك، وأتمنى أن تترك تعليق تحفيزي أو تعليق يعني لأستقبل كل ملاحظاتكم عن الفيديو الأول وعن البرنامج. أضرب لكم موعد في حلقة قادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء. Here we go.